يا صباح الفل على كل مشاهدي، يوم سعيد يمكم يا رب يكون جميل وبخير وسعادة وصحة وهنا. النهاردة إن شاء الله زي ما عودتكم بنعمل أفكار جديدة للفطار، أفكار بقول لكم الأساسي منها إيه والبدائل بتاعتها إيه عشان نشتغل مع بعض. في أول حاجة النهاردة الساندويتش كرواسون، إزاي نعمله الكرواسون، إزاي نحن نعمله وإيه البدائل بتاعته. تعال نشوف مع بعض مقاديرنا والأنواع والأصناف اللي إحنا نشتغل بها النهاردة. أنا أول حاجة هشتغل في الكرواسون مع الزبدة بالبيض المقلي مع السمسم الابيض وكمان مع الطماطم والمايونيز. في كمان صنف تاني بالمايونيز والتونه والذره الصفراء، وفي كمان الشوكولاته قابله للدهن مع شرايح الموز واي نوع مكسرات، والكريم باستري اللي ممكن نستخدمها زي ما انتم شايفين كده او في كيس حلواني مفيش مشكله، وفراوله مع سكر باودر للتزيين. اصناف سهله وبسيطه جدا هنبدا ان احنا نشتغل فيها مع بعض دلوقتي. وهجيب اول حاجه الكرواسون اللي انتم شايفينه ده. طيب انا مش متوفر عندي الكرواسون ده او ايا كانت الدرجه بتاعته ايه، اي حاجه اقدر اشتغل بيها. الدانش ممكن انا اشتغل بيه ازينه كده اظبطه زي ما انا حابب، هو بيبقى حلو بس ممكن اظبطه زي ما انا حابب. الباتيه اجيبه واقسمه من النص، سندوتشات مختلفه عن العيش الفينو التقليدي لكن بنفس الفكره ممكن استخدمها في العيش الفينو. انا اول حاجه بجيب الكرواسون يكون مفتوح بالشكل ده، اللي عنده امكانيه لده ممكن ان هو يشتغل بيه. اول حاجه بجيب معلقه وهبدا اشتغل في الصنف اللي هو اللي بالزبده. بجيب طبعا الكرواسون بيبقى فيه زبده كتير، فيعني نحاول على قد ما نقدر. انا هحاول بس افتح الكرواسون اكتر عشان التفاصيل من جوه تبان معاكم بالشكل ده كده. ما افتحوش الاخر لان ده ساندوتش، فانا عايز اوريكم بس التفاصيل من جوه هتبقى عامله ازاي. بفتحه بالشكل ده وببدا ان انا اجيب معلقه زبده صغيره جدا، انا ما بكترش عن معلقه صغيره لان طبعا زي ما انتم عارفين الستاندرد بتاع الكرواسون نفسه بيبقى فيه زبده لوحده. انا بدهن دهنه زبده كده زي ما انتم شايفين، وبجيب عندي بقى البيض. البيض ده مقلي بالسمسم الابيض، غريبه شويه وناس كتير ما استخدمتهوش ولكن جربوه فعلا بالسمسم الابيض، هو طعمه هايل جدا. ادي كده اول ساندوتش معانا بالبيض زي ما انتم شايفين. ممكن كمان نضيف له سنه مايونيز لو حابب بالشكل ده مع طماطم، شويه طماطم. عايز احط خس مفيش مشكله، ده المتاح ليكم اشتغلوا بيه. انا بقول لكم بس زي ما عودتكم دايما ان دي افكار وبدلوا في المقادير والمكونات زي ما انتم حابين. اهو ده كده اول ساندوتش معايا في الكرواسون زي ما انتم شايفين، وهبدا ان انا اقدمه قدامكم بالشكل ده اهو. تعالوا نعمل واحد كمان بقى، ده هيكون بالمايونيز والتونه زي ما انتم شايفين. انا التونه على فكره كنت محضر ان انا التونه ممكن اشوحها عندي على النار، لكن كتير من الناس ما بتحبش تعرضها للنار. انا بفتح الكرواسون بالشكل اللي انتم شايفينه ده او ايا كانت المخبوزات اللي بحط لها حشو بتاعها، تمام بحط لها حشو. طيب اول حاجه هجيب التونه، هجيب لها معلقه. عايز احط بصلايه على النار زي ما قلت لكم، كتير من الناس ما بتحبش البصل. عايز احط بصلايه على النار اشوحها عادي جدا، وبعد كده احط التونه مع البصل مع المايونيز. الساندوتش ده معروف ومشهور جدا وناس كتير جدا بتحبه بره وسعره بيبقى عالي زي ما انتم عارفين. بحط المايونيز، بحط بعد كده التونه بالشكل ده زي ما قلت لكم، ممكن نشوحها على النار مع البصل ومع مكعب زبده. اخر حاجه معايا الذره الصفراء، ده بيبقى في حته تانية فعلا بيبقى طعمه هايل، تقدروا ان انتم تجربوه لان هيعجبكم جدا بالشكل ده كده. وببدا ان انا اقدمه، دول كده صنفين حادق. اللي جاي ده بقى حلو وسهل جدا، ازاي اقدر ان انا استخدم زبده الفول السوداني بالشكل ده؟ ازاي اشتغل بزبده الفول السوداني او الشوكولاته القابله للدهن او مربى او جبنه كريمي مع الجبنه الكريمي اللي هي ملح خفيف مع مربى مع فراوله، اللي انتم حابينه اشتغلوا بيه وحلوا الحاجه زي ما انتم عايزين، تمام؟ فانا بشتغل بالشكل اللي انتم شايفينه ده. عملنا صنفين حادق، على فكرة ممكن يتحط جبنة، ممكن يتحط اللي عنده الإمكانية للحلوم المشوي طبعا، اللي عنده أفوكادو، اللي عنده الحلوم المشوي، اللي عنده إمكانية إن هو يجيبه يشتغل بالنعناع. صدقوني الاتنين مع بعض ميكس عالمي يعني. اشتغل في الحلو أهو زي ما أنتم شايفين. هبدأ طبعا أول ما هشتغل في الحلو هروح جايب الكريم باستري. الكريم باستري ممكن انا اشتغل بيها اهي زي ما انتم شايفين كده، كل ما بتقعد كل ما بتتقل معايا اجيبها جاهزه مع نص لتر من الحليب على النار وببدا ان انا اشتغل بيها. عايز احطها في كيس حلواني ماشي، عايز اشتغل بيها زي ما هنا كده اهو زي ما انتم شايفين. هي على فكره بيبقى طعمها هايل مع الفراوله بالشكل ده، كريم باستري مع الفراوله زي ما انتم شايفين كده. الميكس ده عالمي ورهيب جدا،
لازم ان انتوا تجربوا. زي ما قلت لكم بقول لكم افكار مختلفه، فهتلاقوا حاجات اقتصاديه وهتلاقوا حاجات مكلفه شويه، ولكن النتيجه في الاخر بتطلع هايله جدا زي ما انتم شايفين. واخر ساندوتش معانا هنعمله اللي هو بالشوكولاته القابله للدهن. ادي الشوكولاته اهي، على فكره ممكن اعملها في البيت، يعني ممكن اعملها في البيت بكل سهوله في الخلاط زي ما انتم عارفين، او على النار احط اللبن مع الكاكاو مع السكر مع معلقه النشا ورشه فانيليا كده صغيره ومعلقه زبده في الاخر، واخليهم يتقلوا على النار. عايز اضربهم في الخلاط واحط بندق اضربه كده معاهم، هيدي ميكس اللي هو اللي انتم عارفينه اللي بيتجاب من بره بالظبط. تمام، بحط له بقى كمان شرايح موز. ما بفضلش قوي الشوكولاته القابله للدهن ديت مع الفراوله، يعني مش بتبقى مناسبه خالص. بحط له الموز بالشكل ده، شويه بقى مكسرات ايا كانت ايه هي المكسرات اللي عندكم. انا هنا حاطط بندق، فموضوع هنا حلو جدا. اربع افكار، اربع سندوتشات، اتمنى ان شاء الله ان هم تجربوهم ويعجبكم جدا. جربوا بالكرواسون، جربوا بالباتيه، ايا كان اللي عندكم شغلوه ووظفوه بشكل كويس. اسيبكم بقى دلوقتي مع اقتراح لوصفه الغداء، واشوفكم ان شاء الله في وصفه جديده، ويومكم سعيد يا رب.